انا بقالي سنه في المحكمه. ايه المشكله اللي سمعتها لنا؟ ايه الغلطه اللي اتعملت في المحكمه؟ تعرف ايه؟ الحاجات اللي الناس تطلع اشاعات وتطلع كلام وتكتب حاجات وبعدين تطلب مني ان انا اكذبها. وانا مش طرف فيها. انت بتكلمني انا بكذبها ليه؟ اذا كنت انا ما قلتهاش بتخلينك يعني واحد يقول له خبر وبعدين يقول لي لا طب انفيه. انا قلته. انا بكلمك بس ايه المشكله اللي عندك؟ ما عنديش مشاكل خالص، ما عنديش مشاكل الا انا اقرا اخبار، الاخبار دي مش طالعه لساني انا، الاخبار مش طالعه لايه؟ لساني انا؟ انت حبيبي ده لا برد عادي ولا كلامك غلط؟ دايما بكلمك كده ولا ما بقولكش الكلمه دي؟ وبعدين يتقال لي فيها طب انت في ايه بس؟ انا كنت قلت حاجه اطلعها.